صباح الخير، مساء الخير. النهارده هنتكلم عن السايبر بانك. صباح الخير، مساء الخير. النهارده هنتكلم على فيجوال ستايل اسمه نوار. نوار دوت اتعمل في الاربعينات، كان مصطلح سينمائي بيتطبق على الجريمه مع الدراما، والافلام ديت فيها دوافع الجريمه زي الغيره والطمع. اظن مش معقول وقعوا منك صفحه العمر. عافيني خي عصمة، ما بحب فرجيها لحد. خي اكرم لازم تثق فيا زي ما عايزني اثق فيك. والنوع دوت ما يكونش فيه وضوح ما بين الخير والشر، ونوعيه الافلام ديت بتكون حصل جريمه ويكون المحقق عايز يوصل للحقيقه، والاضاءه بتكون عباره عن الابيض والاسود بدرجاتهم، بس المعظم الاضاءه بتكون دارك اكتر عشان تطلع المساوئ اللي في الشخصيه والدارك فيها، او مش لازم الشخصيه، ممكن السين نفسه يكون دارك عامل ازاي. You don't know what you're talking about, do you? Sir? I said, you don't know what you're talking about. علشان برضو تعرف ان الفيلم دوت نوار، انت محتاج تعرف ثلاث حاجات في الكاميرا ذات نفسها، في طريقة العرض. اول حاجة اللو انجل. وايد انجل. Dutch angle. You won't believe me. No, not at first. But I'm going to tell you the whole thing. Then you will believe because you must. لما الافلام الابيض والاسود خلصت ونزلت بالالوان، في نوع جديد من النوار نزل اسمه نيو نوار، وهو المودرن بتاع النوار. All right, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? والنيو نوار زود حاجات شوية عن النوار، ان هو انت مش لازم تكون محقق عشان الفيلم يبقى نوار. انت ممكن الفيلم يبقى نوي نوار بس هو عادي مش البطل يكون محقق، ان هو يكون بس ماسك في حتة دوافع شخصية فيها اجرامية او الشخصيات فيها حاجة غلط. في نفس الوقت الكاميرات والمعدات بقت احدث من زمان. في نوع تالت من افلام النوار وهو اسمه نيون نوار. نوع الافلام بتاعت نيون نوار ديت تكون عاملة زي بتاعت النيو نوار، ولكن الاضاءة بتاعتها بتكون ازيد وتكون فيها الوان اقوى، وتكون الاضاءة معمولة بالنيون اصلا. في نوع رابع من الافلام النوار اسمه تيك نوار او ساي فاي نوار، هو عبارة عن هو نيو نوار او نيو نوار بس بنظرة مستقبلية. النوع الخامس بقى من فيلم نوار اسمه اسكندرية نوار. اسكندنافيان نوار. في نوع خامس بقى من فيلم نوار اسمه اسكندنافيان نوار، وهو عبارة عن اللي هي الدول اللي في شمال اوروبا عملت الجنرة بتاعتها برضو في النوار، وهو بيتكلم على الواقعية والبساطة والدارك سيكريتس في الستوري تيلينج. Your report, very detailed. Just for me it wasn't very entertaining. It wasn't meant to be. When I write about people, I try to entertain the reader. Venestrom wasn't entertained much. بس كده يا جدعان، هو سلامة ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.